السلام عليكم، معك علوان محمد فاعل جمعوي من الديار الهولنديه اللي حتى الابناء ديالي تعيشوا في الديار الهولنديه. بالنسبه للخطاب ديال صاحب جلال الله ينصرو اللي في حقيقه اللي قالوا على الكلام، اول حاجه على التلقيح اللي وفروا المغاربه اللي هو مهم ومهم بزاف، اللي هذا اللي غادي يخلي المغاربه باش كلشي ان شاء الله يدير تلقيح، لانه خصي هذه البديره اللي بادر بها سيدنا ماشي سهله، اللي وفر لنا كاع التلقيح بواحد النسبه اللي هي كبيره بزاف. تنشكروه كل الشكر الجزيل، وفي حقيقه حتى الشكر اللي غنشكروه ما نعرفوش كي غنشكروا هذا الشكر هذا. وثانيا على الخطاب ديال صاحب الجلال الله ينصرو بالنسبه للدوله الشقيقه دوله الجزائر، اللي في حقيقه اللي عطاو واحد الميزه من المياز اللي هي كبيره بزاف، لانهم خوتنا وحنا بحال والحمد لله. اكد على شي حوايج بان المغرب راه مغرب كبير بزاف بالطيبوبه ديالو بالاستضافه ديالو لكاع الدول، والحمد لله اكد بان المغرب راه هو جار ديال الجزائر وحنا اخوه ديال الجزائر، وهذا ماشي شي حاجه سهله اللي غادي يخطب بها سيدنا وغادي يقول للشعب الجزائري بانه ما راه بحال الشعب المغربي. وهذا كله شكر كبير لصاحب الجلال الله ينصرو. وثاني حاجه اللي في حقيقه اللي كانت واحد المضامين اخرى هي ديال الجاليه اللي في حقيقه اللي سيدنا تايا عاون الجاليه بواحد الشكل اللي هو كبير بزاف، وتنشكروه كل شكر جزيل. والله يطول عمر سيدنا والله يخلي لينا. السلام عليكم، معكم اخوكم عبد الوهاب من الديار الهولنديه كفاعل جمعوي من الديار الهولنديه مهاجر. زعما الخطاب ديال سيدنا اللي قال هذا النهار زعما فرحنا حنا بزاف ما بين الجزائر والمغرب، وتنشكروا سيدنا الله يخليه بلا تفكر في هذه النقطه هذه مهمه بالنسبه للجاليه اللي كاينه في الجزائر ولا الجزائريين اللي كاينين في المغرب ولا حتى في اوروبا تعيشوا معنا، وزعما هذا الشيء مهم بزاف. وتنشكروا عامه قليب النواصر ديما تترحب بنا وتستقبلنا العقيات ديالها ولا بشويين ولا الدرك الملكيه ولا السلطه المحليه ولا الامن، نشكرهم بزاف. زعما حنا محظيين في بلادنا محظيين، تنشكروا دائما سعاده العامل اللي تيتعاون معنا ديما في اي وقت تمشيو عنده الباب محلول في العام تقريبا من وصل. زعما حنا فرحانين بزاف سمعنا الخطاب، كحنا جاليه خارج وطن ارض وطن داخل المغرب ارض وطن، ومعنا اخوان ديالنا الجزائريين تعيشوا في هولندا وفرنسا وفي اسبانيا. ودابا فاش بدات الحدود تحل ان شاء الله غتحل ان شاء الله باذن صاحب جلاله، نشكرهم بزاف. وتجي التلقيح ديال سيدنا زعما راه في المستوى، وحنا خدمنا في التلقيح وزعما راه عندنا كجاليه تنحبوا الرايه المغربيه ديالنا تنحبوا سيدنا الله ينصرو. تنشكروا ديما سيدنا في هذا الشيء اللي سمعنا اليوم تحت الشعار الله الوطن الملك.